سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحول المزر والوله؟ يا ربي خذوا إلي. السلام عليكم، نتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير. كيف بدات معكم في الفيديو السابق، قلت لكم بلي غادي نوريكم اشنو اللي جبت معايا من مكه والمدينه، وفي نفس الوقت غنعطيك نصائح بالنسبه كندوي للسيدات انسات اللي مقبلين ان شاء الله ملي تفوت هذه الازمه هذه ان شاء الله، ويبغيو انهم ان شاء الله يمشيو يديروا عمره او الحج ان شاء الله. غنوريهم حتى البلاصه اللي ممكن يتقداو فيها بارخص الاثمنه. المهم غادي نبدا اول حاجه صراحه، غادي نبدا اول حاجه اللي غادي نقولها بعدا. كاين بعض الاسواق اللي الاثمنه فيها غاليه بزاف خصوصا في مكه، فاول نصيحه غادي نعطيها اذا يحاول لو ماكسيموم بوسيبل انه يتقدم المدينه فيها الاثمنه ارخص من مكه بزاف. ومن بعد غنقول لكم شنو من الاماكن اللي فيها الحوايج الخاص في مكه، ولكن ملي غنديروا مقارنه غنلقاو بلي المدينه فيها الاثمنه اقل. المهم اول حاجه غادي ندوي عليها اللي هي كالعاده الصفاء والهنود. فين ما انا يا جاتني الفرصه البلاصه اللي فيها الهنود فهما الاولين كنقلب عليهم. فانا يا من بين الاشياء الاولى اللي خديت هما لبسات ديال باكستان. هما لبسات ديال باكستان بحال دابا غنوريكم، يعني قبل من العبايات وقبل من اي حاجه. فهذا الشال ديال اللبسه الباكستانيه اللي خديو ما خلاص كتخديت منهم بزاف. بصراحه هما زوينين في اللبسه ديالهم، زوينين بزاف من التحت ديالها. فتقريبا هاد نفس هاد ديزاين اللي كاين هو اللي كاين في الشال والسروال. بالنسبه لهاد البدا هاد الاحمر مع هاد الخضر كيعجبوني، ماشي بحال داك الخضر اللي وريتكم في الفيديو اللي فات اللي لا علاقه صراحه اللي ما عجبنيش. واحد الملاحظه، عندك الهنود والباكستان من النوع اللي كيعجبهم هاد الميلونج ديال الاحمر مع الخضر، فصراحه انا كيعجبني. وحتى لي زاكسسوار، حتى لي زاكسسوار اللي خديتهم معاهم من تما، لان صراحه كيف كتشوف في الافلام ديالهم الهنود والباكستانيين كيخدموا بزاف في السعوديه. غادي نوريكم لي زاكسسوار. كيف تشوفوا يعني كلهم فيهم الخضر مع الاحمر. من بعد غادي نوريهم لكم اقرب ان شاء الله في النهايه ديال الفيديو، غنوريهم لكم يعني بصوره اقرب. هادو هما الكويسات اللي كنت هضرت عليهم، كنت وريتكم في الفيديو السابق فاش كنرجعوا ملطر عندي من العمره، فهما اللي كتكبيت فيهم ما زمزم يعني قبل ما يجبد هو الكيسان ديالو اللي جاب. هادو انا كنت جبتهم معايا انايا من العمره، واللي عجبني فيهم انهم فيهم المجسم ديال مكه ديال الكعبه، ومن هنايا المسجد النبوي. هذه القبة ديال المسجد النبوي، وهذه ديال مكة. المهم غادي نكملوا الجولة الهندية الباكستانية عاد ندوزو لشي لاخر. هذه حتى هي لقيتها في محل الباكستانيين، فيها هاد الدونتيل زوين من هنايا. هذه ملي كتلبس كتبان بحال تونيكا عادية، ولكن راهي باكستانية. هاي اختها بالشال ديالها،
الشنط ديالها حتى هو فيه الدونتيل. هاد الخدمة ديالته غزالة صراحة، وغنوريكم حتى الدونتيل اللي كاين الفوق في الكول ديال هاد التويشيه هادي الباكستانية. اللوينات ديالها زوينين، انايا من عشاق تيخوا. الهنود دي صراحه كيحبوني في الالوان، واخا كاينين شي الوان ما كنبغيهمش بحال لورونج، ولكن صراحه كتلقاو بعض المرات شي بياسات زوينين. فهاد لاشوميز حتى هي خديتها من محل باكستاني، من بعد غنقول لكم هاد المحلات منين خديتو بالضبط. هادي حتى هي فيها واحد الدونتيل زوين هنا في الصدر، وخديت معاها الشال ديالها. غادي نقرب لهم لكم اكثر. الثوب ديالهم زوين وفيهم هادشي صراحه غزالين غزالين، راه مباشره كيبانو حسين من الكاميرا بألف درجه. هذا هو الشكيل ديال العنق. ممكن نوريكم حنا بالحاجه بالحاجه. هاد التوب ديال جوهره هو الاخر غادي ندوي، لاني ما جبتوش معايا انا. هذا كان جابته لي الوالده معاها كادو من اللي جات من العمره. وغنوريكم داكشي اللي جبت انا. شدو الشيلان ديال باكستان ديال الهنود، هادو غزالين حتى هما وكبارين. وهذا مطروز وفيه من هنا العقيق من تحت، صراحة أنيق أنيق بزاف. هادو كلهم شيلان أنا خديتهم من باكستان. هادشي علاش في الفيديو السابق قلت لكم وردت المولدار من ياخذهم، لأنني كنت ديجا أنا مشيت وخديتهم، وعاود وريتو البلايص منين يمشي يجيبهم ليا. هادو كلهم شيلان ديال باكستان. الى قلت لكم سبحان الله العظيم، انا راه كنتشارك معكم فقط ذكريات، لان هادشي انا ماشي مشيت هاد السنه هادي. ف انا كنت مشيت قبل، ولكن انا من نوعي كنحافظ على حويجاتي، ماشي من نوعي كنشري الحاجه هاد العام والعام اللي من وراه صافي كنحيدها. راه كاين حاجه بحال مثلا هذا، انا هذا تقريبا ربما يعني راه 4 سنوات دابا باش مشيت، وهادشي كلشي كيف كتشوفوا هاد لي بواط اللي وريتكم في الاول، هاد لي بواط حاطه فيهم المسائل، يعني محافظه عليهم. هاد الشيء عمرني ما درته، هذا كي درته خشيته في البواطه وخليته يبقى عندي سوفينير. الشيء الاخرين كلهم درتهم، هذا ما درتوش، هذا عجبني فصافي خليته. وعدت نحوك منهوكا لتحمل الذنب يثقل والعشق يحرق، فأين أمضي وحولي الوزر والوله. يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يراتل في حزن انتبهت له، فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سنائي هدى، فلم أجد غير بدر ضل منزله. ورحت مستقبسا نور السماء سناه،
ما احلى واجمله. دابا غادي نبداو الكنادار بالنسبه للعيالات، يعني كيبغيو هادشي ديال هاد الكنادرات. هما غزالين، هادو كيكونوا مفصلين وحنا كنخيطوهم، يعني كل وحده على حسب قياسها، كتجي بحال الفراشه. هادو مبردين وزوينين بحال على حسب رمضان، هكا على حساب الجمعه العواشر، وفي هاد الزويبقه غزاله من التحت. هادو شفت منهم بزاف وفرقتهم على العائله. هادو ملي كيجيو راكم عارفين، يعني العائله كل، يعني كاع الناس اللي كي واخا كلشي كيشري، ولكن كيفرحوا بالباروك. جبت منهم بزاف، عطيتهم يعني صراحه فرقناهم. ووحده اللي احتفظت بها بقات عندي انا. هاد اللون تاهو من الالوان العزيزه عليا بزاف، هاد اللون ما بين الموف من لور سامبل. وخديت هادو كيقولوا لهم بحال عبايات سوريه، هادو حتى هما زوينين انيقين. شوف الخدمه ديال الكميمات ديالها، هادو عبايات سوريه حتى من التحت ومن اللور، فيها هاد الزويقه غزاله. غادي نقربها باش تبان لكم، لان صراحه انيقه بزاف. شوف الظهر ديالها، هذا المهم سوريا فلسطينيه، يعني من المحلات اللي كيبيعوا التشكيل ديال الايا الصناعه السوريه. يعني خدمتها متقونه بزاف. هاد العبايه هادي حتى هي اللي لابسه، حتى هي حتى خديتها من تما، تي خديتها من السعوديه، يعني من مكه بالضبط. هادو صراحه انا غليت فيهم، انا خديتهم من خديتها في اول ما مشيت، لاني راكم عارفين السعوديه، يعني انا مش ديت معايا غير الجلالب ديالي، وديت معايا الخمار لان درت به العمره، فباكلوش ما ديتش معايا العبايات. فانا غير مشيت تما قلبت على عبايه زعما ناخذها باش انني نتحرك بها في تما في السعوديه. المهم انا غليت فيها لانني خديتها من واحد المحل غالي سميتو طيبه، كاين حدا الحرام تما، وما ننصحش الناس يتقدوا منه. من بعد غادي ملي غنسالو هادشي غادي ندوي لكم على هذاك البلايص. هادو زريبيات صغيورين ديال الصلاه، كنت جبتهم لولادي، جبت ليهم جوج، كي كتشوفهم صغيورين كانوا يصلاو فيهم. بالنسبه لي انا جبت لي جوج ديال الزرابي ديال الصلاه، عشان عشان محافظه عليه. واش شحال دابا راه كنقول لكم شحال، راه 4 سنين يعني راه ما ساهلاش، وطالعين نقول في 5 سنين. هاد اللون كيعجبني الغوص، هو نفس اللون ديال دوك العبايات. هادي حتى هي قبل ما نمشي انا مولطن عند العمره، هادي اللي كنت ممكن نهزها معايا بحال هكا شي مره غادي للمسجد، ولا كتجيني ساهله لانها رقيقه. وهادي من دوك النوع الزوينين الغاليين، هادو تقريبا لقيتهم من اغلى الزرابي ديال الصلاه تما. شوم هادو النوع الغالي كاع، فانا المحل اللي خديت منو الصلايات كانت هاد النوعيه هي اغلى وحده، وهادي اللي حاطه عندي في الصالون. ف الناس اللي ديما كنحاول انا ندير فيها الريحه وهذا، فالناس اللي كيجيو عندي وكيبغيو يصليو كنعطيهم هادي كيصليو عليها، وحتى حنا في الدار كنا كنصليو عليها. صراحه يعني كتذكرني بداك المكان، فانا كنحس بالراحه صراحه ملي كنصلي عليها. المهم هادو هما الاساسيات بالنسبه لهاتو بجوهره. هاتو بجوهره هذا جاتو ليا الوالده ملي جات هي من العمره، وباقي حتى الان ما سهلش الله انني نخيطو. كل نهار كنقولو اليوم غدا اليوم غدا، باقا اصلا ما عرفتش شنو غندير فيه. باقا عندي كي جبت وكي جاتو ليا كي بالنسبه لهاد لي بواط، هادو راه خلاص هما نيت فيهم هاد الاشياء اللي كنت وريتكم دابا. والبواطه الكبيره راه تشاركت معكم في الفيديو السابق، بقى فيها البي ديال الطياره، فيها الباسبور، فيها البادج اللي كديريه، فيه داك الحجر اللي كيرميو به اللي كيرجمو به الشيطان، فيه الخمار ديالي. المهم راه شاركت معكم داكشي اللي نتمنى ان الفيديو ديالي نال الاعجاب ديالكم. واللي بغيت نقول بان هادي اعز اشياء عندي، لانني واخدها من أعز
واطهر مكان في الدنيا. نتمنى الفيديو ديالنا الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ومرحبا بكم في قناة عالم صفاء الترابي. تحياتي.